لو متعب بس شو بدنا نساوي يعني؟ بدنا نعيش. عمر من ريف حمص الشمالي، تعرضت للقصف، كنت قاعد انا واهلي وتصاوبت، راحت قدم اليسرى وتصاوبت بالقدم اليمنى، وحاولت يعني اركب طرف كثير، يعني الجزمور عندي قصير كثير يعني ما بيركب فيه طرف خالص. عم نشتغل بالمغسل، الله يجزيه الخير يعني صاحب المغسل شغلنا يعني على رغم اصابتي، ويعني هذا على هو طاقتي يعني بيشتغل الحمد لله. وعندي بنت عمرها شهرين، يعني ما بدها حليب، ما بدها حفاضات، يعني عم اقضي يومنا يعني على الموتور، عندي موتور سنفور، عم جيب خضرياتنا، خبزايات.